هنتكلم عن حاجة اسمها نون انفيزيف اريثما. مفروض ان الدور المتقدمة يعني الموضوع ده بيعطل يعني ليه؟ مش كل عيان بيدخله يعمل ايه؟ ياخد ماني عشان كونسيومر. المفروض ان العيانين دي بتتفضل ونعمل بيهم سيليكشن من البيشنت الا والبوشن البيت. طبعا يعني يمكن هنا مش كلنا بنعمل كده او مش اللي موجود، لكن الى حد كبير هو عبارة عن كذا examination او study او test whatever you are going to do including ال point research ECG 24 Holter modern signal average ECG test table test وطبعا ال new era of CRT من ECO وقول فيها طبعا ده هيبقى عايز يعني نغير السيلبس ونبتدي ندخله فيه، لكن اللي انتوا عليكم طبعا انا مش هدخل في الدول دي سبس اس جي بتاعي الدكتور سعيد خالد اداهولكم. خدتوش سبس اس جي؟ المفروض الدكتور سعيد او معرفش مين اللي وزعوه عليه المره دي. احنا هنتكلم مين النهارده عن البولتر 24 اور المفروض ان انت هتبقى كونسلتنت في مكانك وهنيجي في وقت من الاوقات يقولوا لك احنا عايزين نشتري في المكان ده هولتر وقول لنا السبيسيفيكيشن والحاجات المفروض في نفس الوقت. او انت عايز ايه؟ فلازم تبقى عارف انت عايز ايه عشان تعرف تشوف الحاجات اللي هي لازم تعرفها. هم ثلاث حاجات اي هولتر في الدنيا دي ثلاث حاجات: ريكوردر، كمبيوتر، برينتر. الريكوردر اطلب دايما الثري شانل مش التو شانل، لان الثري شانل بتاخد ملي يعني الكبليه الثري اتولد مش التو شانل. اه لو مش هتبقى حلوه دي فتحه لا معلش مفيش مشكله او دي اسمها خطوه مفيش مشكله خطوه يعني لا مش كده حاجة يعني. تاني حاجة الكود لازم يبقى ديجيتال، لازم يبقى فيه شانل. بالنسبة للكمبيوتر هو عبارة عن سوفت وير، كل ما كانت الايتم اللي انت بتقدر تعملها امان التشغيل زيادة كل ما كانت يعني هولتر كان خاصة بالاريزميا ديتكشن بس في هاف ريفربيلتي في سيجنال ابيليتي في سي تي انفيرمنت دلوقتي الكلام الجديد على كيوي والدرمات كل دي سوفت وير لازم تعرف انها كان سبلاي انفورميشن انت في وقت ما هتحتاجها. تالت حاجه البرنتر انا الحقيقه عايز اسجل يوزر برنتر عشان يبقى دوكيمنت كبير وما يبقاش الكلر فانت تبقى عارف انت هتحطه. بالنسبه للاريتمي ديتكشن اول حاجه هنتكلم عليها بالنسبه ل 24 اول او 48 و1000 وات ايفر اللي انت بيعتمد على حاجتين. الاكسبرت اللي هيعمل اناليسيس للموضوع ده والعيان، فلازم الاثنين دول يبقوا في الاوبتيمم سيرفيس للبروسيدر اللي انت هتعمله. فالعيان لازم تحضره كويس، تعمل سكاتش كويس، تعمل بليسمنت للبروس كويس. اهم بقى من ده كله ان هو تطلب من العيان نيفر تشينج هيز روتين اكتيفيتي، يعني اللي كان بيطلع 5 دور فيه بيطلع 5 دور، اللي كان ما بيعملش حاجه بنيته ما يعملش حاجه بنيته، لان اللي تشيل يعني مثلا في ناس كتير قوي هي تحط قطه بتبقى ايه من الاكتيفيتي ويقدر احنا عايزين نشوف ايه اللي بيحصل في الروتين بتاعي. تاني حاجه الدايري، قطه من غير دايري يعني ملوش اي معنى. دايري بقى مش يقول لك اللي هو ايفنت حصل شكرا يا اصل انا لو حسيت ما حسيتش بحاجه مش مهم يكون حاسس هو، امال احنا حاطين له البولتر
كل مطلوب منه من الاكتيف التايمنج تشينجينج اكتيفيتي. يعني مثلا هو نام امتى وصحي امتى؟ الساعه 3 ده كان بيتغدى، الساعه 4 كان نايم. انت هتيجي وانت بتعمل اناليسيس تبتدي تشوف الحاجات دي. ما هو الاكل ده كانه اكسرسايز، ما هو النوم ده فيجل ستيميليشن، هو حاجات هو مش عارفها. بتشينج الاكتيفيتي، يعني انت غير الاكتيفيتي بتاعته، دي مهمه جدا جدا، مش الايفنت ريكورد. طبعا لو حصل له سيمتومز يقول لا، لكن لو ما حصلوش في ناس يقول لك الدايري فاضي كده. طب ما عندناش حاجه، احنا عايزين نعمل كوبريشن ما بين الانفورميشن ايه اللي عندنا والعيان والبيشنت اكتيفيتي. الدايري مهم، انا قلت لك كتير يعني يسبقوا بقى. فعملية التحضير دي مهمة جدا علشان تبتدي تدخل. انا عايزاها بس تفتح عشان هنبتدي نتكلم على الاوبريتور او الشخص اللي بيعمل هولتر اناليسيس، الدكتور اللي مسؤول عن الموضوع. لو شفت موضوع الكمبيوتر هتلاقي ارتيكات كتيرة ونصوص كتيرة وكلام مش موجود كتير، فانت لازم تعمل ريتشك عالمي. اول حاجه تدخل عليها هي التمبلت اللي موجود عندك، لان التمبلت دي هي الكي اللي هيفتح بيه. هو شايف ان التمبلت دي فيوجن وهي مش فيوجن بيت، هي ارتيفاكت، يبقى اكيد الريبورت هتطلع مش مظبوط. فاول حاجه تدخل عليها علشان تعمل اكل اديكول اناليسيس انك تدخل على التمبلت. عايز اوريكم ان اول ما تفتح شركه التمبلت ممكن تلاقي 40 تمبلت. وتبتدي انت تعمل رينيم او ريكلاسيفيكيشن للتمبلت دي، في الاخر ممكن توصل لاربعه خمسه تمبلت. عنده ملف كبير، بس ملف كبير على ما افهم. انت ممكن تظهر عندك 40 تمبلت وفي الاخر انت هو دايما الاكسسبل لوجيك نمبر اوف تمبلت ما بين اربعه وخمسه اللي هي الدوميننت او الماشي بيها العيان. لو في بي بي سيز او بيودريكلر بريماتيورز حتى لو مالتي فور ابقوا اثنين ثلاثه، السوبر هيبقى واحدة أو اثنين، أنت دايما تبقى في الرينج ده. لكن مثلا 17 تمبلت مش ممكن. ماشي تمبلت يعني. التمبلت دي أنت ما بتشتغلش وورتر. لا أنا بتكلم أنا فاهم يعني إيه تمبلت يعني. لا أنت بتشتغل وورتر؟ بشتغل هولتر؟ لا هولتر لا. طيب أنت أي هولتر لازم في أول صفحة ليه هيقول لك التمبلت مكتوبة تحت. بتعمل لها كليك وبتفتح. هو التمبلت ده عبارة عن إيه؟ زي اللي انا قلته قبل كده، ده برضه اللي انا قلته قبل كده. اول حاجه في البوستر اريتمي ديتكشن، هو في حاجات كتير هنقولها المفروض انا هعملها دلوقتي، بس اول حاجه فيه الاريتمي ديتكشن. ادي كده هيجيب لك، هو شايف ان دي دوميننت، شايفها 3083000 مش عندك. هو ده الدوميننت ريزم اللي العيان ماشي عليه، اللي هو الساينس مثلا. ده اغلب الريزم ماشي كده، لو بصيتوا على بقيه التمبلت دي هتلاقوا اغلبها شكله. حاجات قليله جدا اللي مش زي دي مثلا. دي مختلفه. هو معتبرها سوبر مع انها وايد كومبلكس. فاهم يا دكتور؟ بيظهر لك الشاشه دي. بيجي بعد كده في تحت بقى كل على حسب كل برنامج. ازاي تعمل ايديتنج؟ ازاي تعمل ديليت؟ ازاي تعمل اديشن؟ دي هي الميموري بتاعت الحاجات اللي هو الكمبيوتر هو هيوزعه لوحده. ادي بعد كده ادي تمبلت اللي احنا وصلنا. دي انا اعتمدتها طبعا في تويتر لان في تشينج اوف اكسس. الدوميننت دي 100% من بريكس
ايه بقى؟ بيعمل quantification hour by hour زي ما احنا هنشوف كده. كل ساعة احنا ابتدينا مثلا ساعة اتنين الماكسيمم والمينيمم والتوتال بيتس، ولو في ادي سوبرا فينتريكولار، لو في اريثميا هو قدر نعمل لها تبقى ضغط عندك. هنا مثلا دي اتاك حصلت الساعة 4 ما بين 3 و 4 تاكيكارديا، هو عملنا ايه؟ تاكيكارديا مش بروكسيزم. في يومين اب بتكون زينا تاكيكارديا، بتكون ايديا تاكيكارديا، هي كلها مش بروكسيزم مقصود، هو اعتبرها كده. الشاشة دي يا ولاد بنبص بيها على اللي قبل واللي بعد، لو مشيت كده تبقى بعد وكده تبقى قبل، عشان تشوف ظهرت ازاي، مش بص تبص على الايفنت، بص على قبله. انا جبت الايفنت ده بالذات، انا زي ما شايفين الهارد ريت بتاعه 130 مثلا، ومع ذلك في تي ويب انفرشن في 2 ليدز وفلات واحده. ده برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تشنقص بيها الاسكيمي، خصوصا لو ده بقى اسوشيتد مع ايبوك او بوست نير او اسوشيتد مع تشيست بين، كل دي حاجات تقدر تشخص بيها الهولتر، بس مش ابدا مش وان ليد. عشان تقول ان في اسكيميا لازم يبقى في تو ليد، عشان لو يكون دايما برضه 3 شانل في الريبورت. ده اللي انا قلت عليه ان هو تيبل يديني 24 ساعه اور باي اور، وكان مثلا ده في الساعه 12 لوحده، وهنا الاند من 12 لوحده. ده التيبل اللي بيزورز السوبر والفنتريكولر عليها هايلايت، يبقى دي لما تلاقي حاجه زي دي لازم تجيب ستريت زي اللي انا كنت جايباه قبل كده تكونفيرم الكلام ده، مش تاخده كده فور جرانتد. هو بيقول ان دي سوبر، مش يمكن تبقى فنتريكولر، لان هو مش ريكوجنايز كوركتلي، لازم تعمل دبل تشيك على كل الانفورميشن. فنتريكولر تاكيكارديا في بيزك كلاسيكيشن بنستخدمه وهو لاون كلاسيكيشن. ايه لاون كلاسيكيشن ده؟ كلاسيكيشن قديم من زمان، مش عارفه حاجه و60 ولا وايد، بس فيري كومبتنت. بقول لك ايه؟ لو في الساعه مفيش بي بي سي يبقى ده الجيم كريتيكال، لو في الساعه في اقل من 30 بي بي سي بالاور دي بنقول عليها جريد 1، لو اكثر من 30 دي جريد 2. لو مالتي فور يبتدي بقى او اريزميا سيريس، بتبتدي من جريد دايما 3 اللي هو المالتي فور، جريد 4 ايه؟ جريد 4 اير اللي هو 4 بي من تريكلا تاكيكارديا وات ايفر سستين او نون سستين، وهنقول تعريفهم دلوقتي. السستين اللي هي تبقى اكثر من 30 سكند، النون سستين اكثر من 5 بيتس ورا بعض، والسيلف ليميتنج او حتى مش سيلف ليميتنج، انت ممكن انت اللي توقفها بس تبقى قاعد اكثر اقل من 30 سكند. لو هي اقل من 5 كونسيكونت بيتس بيقول عليها دي صلبة، الأقل من 5 صلبة، من 5 بيت بإصالات أقل من 30 ثانية نقصر ثانية. المور سيريس تايب اوف فنتريكولار بريماتور مش الفنتريكولار تاكيكارديا، لكن الار ام جي اللي هي الايرلي ريجولاريزيشن بريماتور، دي لازم تاخدها فيري سيريس وفي اللونج كلاسيفيكيشن ريد 5. خلاص؟ يبقى واحنا بنكتب ريبورت خلاص، هو بيقول لك ان دي انت لازم تكتبه انهي جريد، هتقول انت انهي كلاسيفيكيشن. احنا كده خلصنا الاريزم ميديتيشن، بتشوف التمبلت، بتاخد الستريب، بتعمل ريكونفرميشن للداتا اللي عندك، بتكوريليتد ويز ذا دايري اوبزرفيشن، بتعمل كلاسيفيكيشن للفنتريكولار اريزميا وتقول انهي جريد وات كان. معلش حضرتك في الدايري يعني هو البيشنت بيت تديله بقى كده تقول له ده الدايري بتاعك، ده اليوم بتاعك ماشي ازاي؟ نمت امتى وصحيت امتى وكلت امتى ونزلت السلم امتى ورحت الشغل اتخانقت امتى؟ كل حاجه مش الايفنت والجول. ده عامل ايه اليوم ده مشي ازاي؟ وتعمل كوريليشن بينها وبين الداتا بتاعك. حضرتك في الاوتر انا لو مثلا اداني في وقت معين مثلا دخل في راند اوف بي تي مثلا بعد ما اعمل مثلا كليك عليه وبيجيب لي هو بيعمل
ريكورد هو بياخد يدوس عليها بس هو بيبقى عارف الساعة بتدخل انت على الساعة بيقول لك اور باي اور وتشوف هو الجول ايه وتشوف بقى بين تشيك الكلام ده. تاني حاجة نتكلم عنها الهارت ريزنر. ايه بقى الهارت ريزنر يا بيبي؟ الهارت ريزنر يا بيبي ده عبارة عن ملوش أي علاقة بالهارت ريت. أنا مش بقيس ريت أنا بقيس فاريانت ريت. هو الديفرنس ما بين ار ار انترفال او التشين او الانستنتينيوس ريت. انا قاعده دلوقتي بنطق لو وقفت ابقى بنطق تشينج الانستنتينيوس اللحظي هو ده الهارت ريت او الار ار فاريشن. الار ار فاريشن فمش دعوه بالريت ممكن عيان يبقى الهارت ريت بتاعه جاكي كايت وما عندوش فاريشن. ايه هارت ريت فاريبيليتي ده ايه؟ ليه احنا مهتمين كده؟ وجدوا الهارت ريت فاريبيليتي ده على فكره هتنجمني انت كنت مغطشيه امبارح لان كانت مغطشيه مقلوبه بجد ماشي من 8 ونص وصل الدوره حرام عليك اه بقى بتدل على ايه بقى؟ ليه احنا مهتمين بيها كده؟ لانهم وجدوا انها بتدل على الاوتونوميك يا صحيح قلت الفاريابيلتي دي من زمان والاوتونوميك بيزنس سيستم ده مهم جدا. الاريزمي عندنا كويس جدا ده التيم الجديده دلوقتي تقول لك الاي اف ده بتاع السمباثاتيك الصادم ده هو مهم. في نوعين في الهارت ريت فاريبيليتي. احنا هارت ريت فاريبيليتي وعرفنا هو ريفلكتنج ايه؟ ايه بيعمل ايه الهارت ريت فاريبيليتي ده بقى؟ نوعين حاجه اسمها تايم دومين حاجه اسمها فريكونسي. ايه الفرق ما بين التايم دومين والفريكونسي دومين؟ طبعا يعني ده هولتر يعني بالدبان يعني نقطه نقطه يعني ايه تايم دومين؟ يعني ايه فريكونسي؟ تايم دومين هو بيقيس الفاريبيليتي او الار ار فاريبيليتي دي في مدة من الوقت. المدة دي كل ما هتطول كل ما الفاريابيلتي عندي هتوضح أكتر. هو بيعتمد على الوقت الحديد. ده شرط خمس دقايق. إن هو معتمد هتشوف الوقت في بارامترز الإيه ده؟ الوقت. في نوع تاني وهو الميزنس. يعني المفروض نو ريزن أو يعني مش ريزن حاجة بقى لها يمكن 7 10 سنين مثلا. حاجة اسمها فريكونسي دومين. ايه فريكونسي دومين؟ عارفين السبيكترم بتاع الدوبلر بتاع الايه؟ مش هو باس فور فورمولا؟ هو عبارة عن بيحول الحركة بتاعت الار بي سي والفيلوسيتي بتاعتها للسبيكترم ان ريليشن تو تايم. مش هو كده؟ ده بقى بيعمل حاجة تانية. بياخد التايم انترفال فاريشن يحولها لباور بالفريكونسي. حاجة كده ماثيماتكس ما علينا منها لكن في الاخر بتطلع لك السبيكترم. السبيكترم ده ليه فريكونسي والفريكونسي باند دي بتديني ريفلكشن لكل نوع من الاوتونوميك خلاص اتفقنا مبدئيا ونشوف الكلام ده بقى ازاي. يبقى هارت فاريبيليتي هو عباره عن التشينج ار ار انترفال او التشينج في الانستنتينيوس هارت ريت. تو تايبس اوف هارت ريت فاريبيليتي التايم دومين والفريكونسي دومين. Reflecting the autonomic nervous system content and function. خلاص؟ نشوف بقى، ده الكلام اللي مكتوب هنا عندنا. إيه بقى التايم دومين ده؟ إحنا قلنا إن هو بيعتمد على الوقت. إيه أساس كبير جدا الكمبيوتر بيطلعها. بس إحنا هنهتم بالبخيلتين اللي هما ويل سيتلد في الليتشرز اللي هما والسبب في الليتشرز ان هم لهم فعلا كلينيكال ابلكيشن.
بصوا بقى الكلام اللي هو انا بقول لكم ان هو بيحتمل هو ان ام ار ا هو المين اوف اول فلتر ان 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 زي انت بدي بيشوف الدوميننت ايه في الكمبيوتر ميموري بيعتبر ان دي نورمال وريجكت كل ما هو ابنور بيشوف المين لكل الفلتر نورمال نورمال انت يبقى انا عايزه ايه وقت كل ما المين بتاعي مثلا 1000 ولا 2000 عشان اشوف ضريش المين ونورمال الاس دي ان ان هو عباره عن الستاندرد ديفيشن اللي انا مش المين بقى الستاندرد ديفيشن of all n n انترفل اللي بعديها بقى ال s d n n i d بياخد كل 5 مينت طلع المين سكوير روت بتاعها وبعدين ياخد بعد كده السكوير روت الستاندرد ديفيشن هي زي ال s d n n بس بيحولهم ل 5 مينت بدل ما ياخد في الانتاير على بعض خلاص ال r m s s d d هي عباره عن سكوير روت of the mean للسم of the squares of difference between the adjacent numbers and normal integers. حاجة totally mathematical. الـ PNN 50 بقى دي اللي أنا عايزاه كل يفهموها هو بيقول إيه؟ بيشوف عدد الـ RR interval. الـ L variation بينهم أكثر من 50 ملي سكند وبيعدهم. ويشوف الـ percentage بتاعتهم على الـ total NN. لو قريتها كده هي number of pairs of adjacent normal to normal intervals differing by more than 50 milliseconds in the entire decode divided to the total number of all NN intervals فيديني percent فال FPNN 50 ده percent of the RR intervals in variation minimum أكثر من 50 ملي يعني abnormal على normal ده مش abnormal كل ما variation ده كل ما بقى constant كل ما بقى constant normal يعدوا انت شايف ار تو ار مثلا 40 ملي سكند اللي بعديها 40 مثلا مش هتبقى 40 بقى هتبقى 90 اللي بعديها على طول يعني مش اللي بعديها هو بيعدي ما بين ار يعني انا بحدد ال ان ان بتاعتي خلاص انا خدت ال اي دي اشهر اكتر من 50 اكتر من 50 10 مثلا في كل الريكورد من 100000 يبقى التسلسل دي هتبقى واطيه قوي كل ما البرسنت زاد كل ما كان احسن كل ما الفاريشن زاد كل ما كان احسن معنى كده ان الاوتونومي بتاعك تنسب وكان بتحكي اللي تشيل انا دلوقتي الدكتور نفذني جاي متاخر وداخل بالسؤال كده حط لي تعيد الدكتور ده نام واخد بالك برضه تحط لي تعيد ما هو لازم يبقى يعني كل ما الفاريشن زادت كل معنى كده ان الاوتونومي نفذ السيستم بتاعك كونتن افكتيف وده اللي انا عايز اوصله ايه بقى اللي في الهرطه دي هنهتم بيها حاجتين الاس بي ان ال والبي ان ان هيطلع لك دي قياس النقطه لازم تبص عليها الاس بي ان ال وجدوا انها فيري او مش فيري هي ايديز اندبندنت فاكتور يعني ما بيعتمدش على حاجه ثانيه في ديتكشن اوف ستادي وقالوا ان هي لما تبقى اكتر من 100 العيان ده بيبقى لو ريسك لو من 50 ل 100 مودريت ريسك لو اقل من 50 ان هاي ريسك وصاد ان ريسك. ال بي ان ان 50 لا الاس دي ان الستاندرد ديفيشن اوف نمبر البرسنت بقى ده في ناس قالوا 7 وفي ناس قالوا 11 يعني ايه البرسنت دي النورمال تو نورمال فاريشن اكثر من 50 ملي سكند في الانتاير ريكوردنج اوف ذا 24 اورز الريشيو بتاعته 7 ل 11% ده مهم جدا لان ده ريفلكتنج الفلك المسافي مش هقول انها بتستنتج ايه؟ قلنا ان في فاريشن اكتر من 50 ملي سكند للدومين بتاعنا التوتال بتاعنا التوتال النورمال رينج بتاعنا من 7 ل 11 7 ل 11 ودي ريفلكتنج الفلك المسافي يبقى في التايم دومين هو قياسات كتير قوي يا ابني هنهتم باثنين ما انا مش انا عايزاك كلينيكال يبقى تعرف انت بتعمل ايه الويل سيتلد عندنا الاس دي ان ال وعلاقتها بالصدر ده وليها فيجر ليها رقم
لو اكتر من 100 العيان ده لو ريسك، لو من 50 ل 100 مودريت ريسك، اقل من 50 ده ايضا. يبقى انا عندي رقم اقدر وانا بكتب ريبورت اقول الاس دي ان ان عنده 53 بيشنت ده ات مودريت ريسك اور سادن ده. رقم سوليد نمبر تقدر تكتب فيه. بغض النظر عن الكلينيكال باك جراوند بتاعتك، يعني هل لما بنعمل بوست ام اي بيشنت بوست ام اي زي لما بنعمل بوست بيشنت نورمال؟ اي عيان في الدنيا ده ايه؟ او مش عيان، بني ادم ماشي كده طبيعي ما بيشتكيش من حاجه خالص. يعني بتعمل له فتره ريبنتي تكسب العميل طبعا، لقوا ان البوست ان لو هندخل بقى في الليتريشر او بوست انفكشن بيقول اس دي، امال هو قالوا عليه ليه؟ ان هو اندبندنت بريدكتور، يعني ان هو ما شافوه مع ناس وخلاص. نيجي بقى ده المنظر اللي بيجي لك فيه فريكونس، ده الباكو بتاع الهارت ريت فاريبيلتي كلها بتسبلاي بالدياجرام كده، وده السبيكترم بتاعها. بصوا هنا ال دي ان ان كام؟ 105. ال دي ان ان دي في اكتر من 11. العيان ده اقدر اقول عليه اكوردنج للتايم دومين اناليسيس ان عنده كونتر وفانكشن ودومين ميموري. خلاص؟ ده اللي انا قلته لكم التايم بتاعنا والريسك كلاسيفيكيشن اكوردنج للستاندرد ديفيشن. السبيكترم اللي احنا بنشوفه بتاع الفريكونسي دومين والهارت ريت فاريبيليتي زي ما انا قلت لكم هو عباره عن بارك فريكونسي، هو الهوريزونتال ليم وبينقسم الى يعني اجزاء. شوفوها لما ان شاء الله راح حضرتك مالك يا حضرتك التايم دومين ده نمبرز، تاني ده تريس. هو ده برضه بيبان لك على انه بس اللي انا قصدي اقوله ليه احنا فكرنا في الكونسيوم؟ انت مش لازم يعني مثلا انت تايم كونسيومنج التاني تايم كونسيومنج. وغير كده ان انت كل ما الوقت زاد كل ما انت بقيت بقى سنسيتيف اكتر. الديتكشن يعني ممكن ان العيان ده خمس دقايق ما يبنيش الوايد فيو للهارت ريت فاريبيلتي بتاعته، لكن الفريكونسي دومين ممكن في ربع ساعه في 10 دقايق بيصبر، هو هتلاقيه هو لكن الثاني ممكن 10 دقايق مختلفه عن 10 دقايق مختلفه عن نص ساعه نام غير لما يصحى، ففي فاريشن. عشان كده باخد انتاير كودنج ل 24 ساعه، ودي النورمال او دي الفيجرز بتاعت ال 24 ساعه، لكن الفريكونسي ريبيت ثابت. انت لو خدت الساعه دي هتلاقيه زي الساعه دي لانه بيحولها للفريكونسي وباور. طب هو انه اكيوريت بقى ما احنا كل حاجه فيهم اول ما طلع الفريكونسي دومين عارف عشان الشركات كبيره قعدوا يقولوا ده الفريكونسي دومين احسن ومش عارف ايه اللي صح ان انت الاثنين يتاخدوا، وده اللي هقوله لك. ما تاخدش ابدا فريكونسي لوحده لان كل البارامتر اللي انا هقوله لكم دول بيدي دلاله لحاجه. حضرتك ما نتكلم فريكونسي دومين برضه يعني ديبندنج على التايم، احنا بنشوف الفريكونسي بتاع الهارت ريت فاريبيليتي بس مش تايم بيشوف فاريشن الفاريشن دي لو في ربع ساعه هيحولها باور. هوريك دلوقتي هوريك الفكره اللي هي بتبان ازاي بالبان بتاعها ناخد الفريكونسي باند دي اللي هي المفروض انها 15 من 100 ل 4 من 10 دي الفلكس من الباراسيمباثيك. ليه؟ باور تانية اللي هي لون ايكوال اي اللي هي من 4% ل 15%، ودي ريفلكتنج ال هاي فريكونسي دي او يعني اللو فريكونسي دي بتبقى ريفلكتنج سيمباثيك. وبعديها الفيري لو وبعديها الالترا فيري لو، ودول لسه في ناس بيقولوا دول اكتر حاجه سيمباثيك، لكن الويل سيتلز اللي هو اللو فريكونسي والهاي فريكونسي والريشيو بيت. انا فاهم عقلك حضرتك يعني بتكلم في فريكونسي ده مش بيتكلم في فريكونسي في وقت معين برضه، يبقى انا كده برضه ديبندنج على الوقت. ايوه بس الوقت مش متغير، هو بياخد باور قوه. انت هو انت
نايم ولا صاحي مش هو انت؟ هو كده فاهم قصدي؟ لكن التايم لا، هو بيشوفك وانت صاحي بتعمل ايه وانت نايم بتعمل ايه. فاهم الفرق؟ وبعدين هي حاجات كلها ماثيماتكس وماشين وسوفت وير. انا بقول لك يعني فكره هو ده ليه مختلف عن ده؟ اهميته ككلينيكال ابلكيشن. ان احنا بنقول ان ممكن الفريكوينسي دومين لو عيان هتسجل له غلطه نص ساعه او ربع ساعه ما تبصش على التايم، لازم تبص بقى على الفريكوينسي. لان انت الفيجر او النمبرز اللي عندك دي عندك على الانتاير 24 مش على ال 10 دقايق ولا ربع ساعه، لكن الفريكوينسي ممكن في شورت تايم يديك ريفلكشن بسمباثيك باور والباراسمباثيك باور والريشيو بينهم اللي بنسميها احنا بالانس. كل ما كانت الريشيو دي من 1.5 ل 2 يعني انت بصوا معايا على حاجه مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، شايفين ال سي ان ال دي ولا مش واضحه؟ 105 شايفين البي ان ام في 40 شايفينها ولا لا؟ دي بي ان ام في 40 ده لما بص انا على كده عشان اقول لا العيان ده عنده باراسمباثيك فريدوم هايبر اكتيفيتي للباراسمباثيك، لا يمكن عيان عنده باراسمباثيك هايبر اكتيفيتي وتلاقي الاس بي ان ام بتاعته اقل من ماشي. ليه؟ لان هي دي بروتكشن، والعيانين اللي بيموت صابر بيرزا بيجي من باراسمباثيك مش سمباثيك، لكن تخاف بقى ان العيان ده لازم تبص بقى عليه وهو نايم. الهارت ريت بتاعه بيقعد ايه؟ عنده انتباه ولا لا؟ الهارت ريت فاريبيلتي تخليك تبص تاني بيتشيك، ممكن جدا يكون مش عامل اي حاجه في الريكوردر بتاعه اقل من 40 وخلاص، لكن انت تبص بقى عليها في بوزس ولا لا؟ في سكيب بيتس ولا لا؟ العيال اللي عنده فيه دومينانت كده ده منظر السبيكترم بتاع الفريكونسي ده اللي انا بقول لكم عليه. ادي الفريكونسي بنقول ان هنا ده الهاي فريكونسي اللي هو من عندنا من 15% ل 4 من 10، اللي هي شايفين الهامب دي اللي هي السمباتات كل الحته سوري الفرق السمباتات كل الجزء ده من 15% ل 4 من 10 ده الباراسيم، والبيك دايما بتبقى عند ثلاثة. وهنا ال 4 من 10 لحد ال 15% والبيك دايما بتبقى عند الواحد. دي السيمباثيك. شايفين البالانس؟ العيان ده هو بصيت انت حتى على السبيكترم بتاعك، شايفين الليفل ده وشايفين الليفل ده؟ تقريبا قد بعض. هنا هتلاقي الريشيو دي ايه؟ 2. احنا عندنا من 1.5 ل 2 وبيبقى بلد. هنا هتلاقي بقى باند 1 اللي هي الالترا واي، هتبص على 3 و4 اللي هي من 4% ل 15% ريفلكتنج السمباثيك باور، ومن 4 سوري من 15% ل 4.10 ريفلكتنج السمباثيك او الهاي فريكونسي، وده البالانس الريشيو حتى بيسموه البالانس ما بين الباراسمباثيك والسمباثيك. تاني ده باور ده باور باور فريكونسي. احنا بناخد الفريكونسي بصوا على الريزولت ما تكونش دعوه خالص الا لما تخلصوا الريزولت ده باند. اللي جنب الباور ده الالترا فيري هاي وبعدين الالترا فيري لو، لان زيرو ده زيرو اهو يبقى ده لو مش كده؟ ده الالترا فيري لو والفيري لو وبعدين اللو. احنا خلينا بقى باند 3 اللي هو اللو وباند 4 اللي هو الهاي. خلاص؟ ايه الباند 4 ده؟ اللي هو الهاي. ده عباره عن ما بين 15% ل 4 من 10. ده 15% اقل من 4 من 10. من 15% ل 4 من 10. ريفلكتنج الباراسمباثيك اكتيفيتي. يبقى الهاي فريكونسي باند في الفريكونسي دومين هارت ريت فاريابيلتي ريفلكتنج الباراسمباثيك اكتيفيتي وبيسميه باند 4. باند 3 اللي هو بيبتدي من 4 من 100 ل 15 من 100 4 من 100 ده 1 من 10 يبقى هيبقى هنا
الحته دي للحته دي خلاص. وده بيسموه لو فريكونسي باند اللي هو باند 3 وده ريفلكتنج سيجنال. لو احنا قسمنا باند 3 باور هنا الباور اللي شايفها اللي انا بقول لكم بقى عليه هنبص على الفيرتيكال الباور بتاعتها اهي واهي هنلاقيهم تقريبا يا اما يبقوا قد بعض يا اما يبقوا لحد ان هم من واحد ونص لاثنين. في ريسيرش انا عملته المصريين على الاثنين يعني المصريين هالسمباتيك ان انت لما تقفل الثلاثه على اربعه كل ما الاربعه دي قلت كل ما بيشو ذاك ثلاثه سمباتيك اربعه هو السيروسكال مش ان الباراسيتيك هو الدومينانت لو احنا قسمنا السيمباثيك على اربعه سيمباثيك المفروض الريشيو بينهم بيبقى من واحد ونص لاثنين. ده النقطه. شو بتاع الفريكونسي؟ لا دي حاجه اسمها ريشيو بالانس. ما كله فريكونسي يعني كله فريكونسي. في باند ثلاثه باور في اللي مش مفهوم. يعني حضرتك الباور بتاعه شايف لحد فين؟ ايوه. وده الباور بتاعه لحد هنا. ده ضعف ده بس. احنا بنقسم الريشيو بتاعت الباور هو بيجيلك مقسومه يا ابني انت ما بتعملش حاجه خالص انت بتبص بس فانا عايزه عينك تبص على الحاجه وتبقى بيزيكالي فاهم دي جت منين انت ما بتعملش حاجه هو الكمبيوتر بيعمل كل الكلام ده مهندسين اللي بيصمموه حاطين الايكويشنز والكلام ده كله بتطلع لك ارقام انا عايزك تبقى عارف ايه الارقام دي اهي الباند 3 اهو هتلاقيه 624 وبند فوق 364 في الباور اهي. باور وباند 3 على طول خلاص انسوا بقى الماثيماتكس عايز ابص على الباور خلاص؟ هو باند 3 ده السيمباثيك وباند 4 ريفلكت الباراسيماتيك والريشيو بينهم دي البالانس بينهم هما الاثنين. مالكش دعوه بالباقي، الباقي لسه مش وسطل مش هتعرف تشارك خلاص؟ ما تقومش دعوه بقى جبني انا غلطان. ان كيس يختلف عن يعني مثلا الباور بتاعتك. اصبروا بقى افهموا دي الاول. ادي اكزامبل تاني لو بصينا هنا الباور بتاعت السمباثيك كام؟ 294 جايبا والبالانس سمباثيك 577 يبقى البالانس ايه؟ ضغط ال اقل عن واحد يبقى بالانس سمباثيك 3 دوميننت. بص بقى على السبيكتر شايف عند واحد هنا فلات ازاي؟ وشايف عند ثلاثة او اثنين ونص عالية ازاي؟ يبقى هنا لما اجي اعلق انا في الريبورت هقول ايه؟ البالانس بين بالانس او سيمباثيك باراسيمباثيك بالانس وبيشن از باراسيمباثيك الريشيو نص اقل من واحد. ده لو ريشيو اكتر ده ليه؟ كل حاجه يا ابني ليها مدلك كل حاجه في الهالتر فاريابيلتي ليها. اما انت بتقول ان البالانس بينهم باراسيمباثيك بريدومينانت ضمنيا معناها انه سادن ديس عنده قليل لكن لازم تقول تبص بقى على الاس دي ان ان بتاعته وتبص على البي ان 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 تبكي يعني انا هوريك على طول الاكزامبل عشان هنا بقى تبص على الاس دي ان ان بتاعت العيان ده 141 يبقى لوريك والبي ان ان بتاعته اقصى كمان من 11 يبقى احنا نقول العيان ده لازم تبص بقى ومنهم تقدر توصل
المفروض يعني حتى بترجع من الكل من 24 ساعة من 9 من التايم من الفريكونسي ولا واحدة فيهم متابعة للتانية؟ أنا يا ابني أنا بقول والله من ساعة ما بقول إن مفيش حاجة بتغني عن التانية. لازم تبص على البرامتر بتاعة الحاجات، تبص على ال بي ان ال والبي ان ال 50 وتبص على الريشيو والباند 3 و4 حاجات كلها كومبلمنتري لبعض. كلها رجل الفجر الثاني ساعتين جميع ماشي مع خير صعب مش علاقة احنا بنتكلم ثلاثة الاربعة دي والبلد ما بين الثلاثات والفراتين مش الريسك في الصغيرة فلن نبص على الـ DNA وتبقى إليه كده لازم يتحطوا جنب بعض ما ينفعش ممكن تلاقي الريشو عالية تبقى ده كونفيرم الكلام بتاعنا من الستاندرد ديفيشن فمهم تبص على الريشو شو المرتين كنا في 23 اهو 151 يبقى ليش ويه واحد يبقى احنا برضو بس هو نفس العيان اللي فات هو نفس التايم دومين بتاع العيان اللي فات كونفيرم الكلام مع بعضه نلاقي ان العيان ده اوتونوميك بلد صعب قوي انك تلاقي ستاندرد ديفيشن اكتر من 100 وتلاقي معاها ريشيو عالي قليل قوي لكن هنا عندنا شايفين الفرق في المفاتيح قد ايه والريشيو 0.7 معناها ان الفرق في المفاتيح هو كده شايفين هنا بقى ال دي ان بتاعته اقل من 100 دي ان ان 50 لازم تبقى اقل من 7 ممكن يعني قصدي ايه ان هو كده الاكيد البلد المفاتيح بتاعته شايفين هنا البلد المفاتيح عامل ازاي كلاب والريش بتاعته كام 3 و6 هو نفس لا بس المفاتيح والعيان ده يقدر يفرق وهناك المفاتيح الريش دي اللي انت تلاقيها لا عليك هو ليه الـ DNA والـ DNA
عشان تعرف العيان ده عايز نص ينفعش تبقى تديله بيتا بلوكر ولا ما تديلوش بيتا بلوكر الدراج افكتف كفايه عليه بيتا بلوكر كده ولا اديله تاني كل دي حاجات مش بس وبعدين قلنا ان هو بيفيدنا ان هو ده بيبقى الوقت ممكن تعمله قليل فاهم الفرق التاني يعني ايه الفرس البساتيك شوية زيادة العيان ده مش يمثل او ياخد جلدات واحد من نص الاثنين يعني انا لقيت المصريين كلهم طبعا من المعصبين والاثريتيك هارت فريق ايه بقى الاثريتيك هارت دي ما يعني مش كل ده انت هتخش على هارت ايه زي ده ازاي مش كده ولا مش ما اقدرش احملها بقولش الاثليت كده وكده ما دام يبقى عندهم بيجي الغلط مش قدر شوف البني ادم واحد حاضر ايه الفاريابيلتي ايه الفاريشن الانديفيديوال فاريشن مش السيف ده مش حاضر